شيع ظهر اليوم جثمان الزميل منقذ العلي مذيع النشرات الرياضية بقناة الجزيرة من مسجد دار الهجرة في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة، حيث ووري الثرى في مقبرة سالفارد. وقد توفي الزميل منقذ العلي فجر الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض. الزميل منقذ من مواليد عام 62 في مدينة حماة سورية، تخرج من كلية الآداب في جامعة دمشق، عمل مذيعا في الإذاعة والتلفزيون السوريين 10 أعوام، ثم التحق بشبكة الجزيرة عام 97، ومنذ ذلك الحين قدم على مدار 18 عاما نشرات رياضية على شاشتها. إن الله وإنا إليه راجعون. الخال أبو أسامة كان أكثر من صديق، كان أكثر من أب، كان أكثر من حبيب، كان دائما القدوة الحسنة لألنا بالعائلة، كان دائما هو المساند لألنا بكل تجاربنا، الناصح لألنا على طول، دائما هو كان معنا على كافة مراحل حياتنا، بكل قراراتنا بنرجع له، كبيرنا هو. نحن فاجعتنا كبيرة والكلمات تعجز عن وصف الفاجعة اللي نحن فيها، ولكن لا نزكي على الله أحدا ولكن نحتسبه عند الله من الصابرين. ما ابتلي به من مرض وثباته عند الشدة والبلاء نحتسبه عند الله من الصابرين، ويا رب يثبته بالسؤال، يحسن إلى إلهي وينور قبره.